هو بقى التنت حبيب قلبي. انا لسه خدت منه على فكره دلوقتي. ده بقى عباره عن ايه بقى؟ ده مورد او ملمع شفاف من اورفليم. هو بصوا لونه شفاف اهو لما اطلعه لكم. بصوا استنوا شايفينه؟ هو شفاف. اوكي. لما بتحطيه هو لونه شفاف بيتحول لورد. شايفين؟ استنوا هوريكم على ايدي كده حته. وثابت جدا 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 جدا. وعلى ايدي ليه؟ هوريه لكم على بشرتي. بصوا بصوا يعني ايه. هو انا اصلا عشان انا حاطه بلاشر بس تحفه. يعني انا عايزه اقول لكم يعني يا بنات انا بجد من الحاجات اللي حتى يعني جوزي بيحبني احطه جدا. يعني بيقول لي ناتشرال جدا حلو جدا بحطاه كده حتى وانا قاعده في البيت تحفه. كمان بيتحط على الشفايف، على الشفايف او على الخدود. هو بيبقى شفاف بعد كده بيدي اللون الوردي او اللون البين كده. بجد تحفه يا بنات اهو. هو انا لسه جايباه والله وقرب يخلص. باكله وكمان ولادي كمان بيحبوه. في البيت ريحته حلوه جدا وبيدي اللون ناتشرال وطبيعي جدا. حلوه قوي 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 قوي. مهما قعدت اتكلم عنه بجد مش هو في حقه. تحفه. والشهر ده يا بنات عليه اوفر كويس جدا. يعني النصيحه لازم 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 كلكم تجربوا التنت ده. ممكن بنسميه تنت، بنسميه في الكتالوج اسمه ملمع شفايف او ملمع او بصوا ليب جلوس. لكن هو استخداماته كتير وحلوه زي ما انا قلت لكم. يعني بجد لو ما جربتوش لازم تجربوه. ميرسي جدا ليكم.